شايفين كان عندها ما يصيرش انترفيرونس مع المتاجر. دكتور مصطفى بلسي مع نادي الفريق قبل ما يكون طبيب، لان محب نادي الفريق، يعني محبين الفريق اللي نعشقوا نادي الفريق. اليوم نشوفوا اللي احنا نادي الفريق يمر بظروف عسيره صعيبه، ظروف يعني صعوبات ماديه وكذلك صعوبات في التسجيل. وشفنا يعني نادي الفريق كما شفنا احنا في صارت المشاكل بتاع مع الفيفا، شفنا اللي الجمهور كان موجود باش يساند النادي ويبين لنا ان الفريق هذا ما يمشيش في محل، بالعكس لازم اليوم نخمموا باش نمشيو قدام ونمنعوا الفريق هذا. ولذا على اساس الجمهور العريض خممنا باش نعملوا تحالف من اجل يعني نجاح مسيرة النادي الإفريقي، مساهمة إن شاء الله تكون منا باش نجموا الفريق هذا بمناسبة المئوية يكون يعني بداية العهد الجديد مع النادي الإفريقي. هو المشاكل كما قلت لك توا وضحناها اللي هي الصعوبات اللي مر بها النادي الإفريقي، شفنا البنية التحتية ما عادش تليق بالنادي، شفنا الجماهير العريضة اليوم يعني متقلقة على مستقبل النادي. شفنا ما عادش عندنا موارد ماديه كبيره ياسر، يعني بقى النادي الافريقي رهينه يعني رؤساء اموال، وتعرف رأس مال يعني نجم حتى كان في ظروف هذيا نجم يعاونكش، ولذا يلزمنا نلقوا حلول جذريه باش نجم يكون النادي الافريقي يعني في اوج العطاء نتاعو يرجع للساحه الرياضيه كما كانت قبل في عنفه. كما قلت لك هي انطلاقه عهد جديد مع النادي الافريقي، يعني الاهداف اولا هي اهداف ماديه، لازمنا نلقاو الموارد الماديه اللازمه للنادي الافريقي باش نجموا نمشيو قدام، وزيد التحالف باش يحاول يساهم في تسيير النادي هذا، باش نحاولوا احنا ماناش نطلقوا بعاد، لكن على الاقل بنصيحه، اذا ما نطلقوش على الاقل بنصيحه باش ما عادش تقع الاخطاء المفرط واللي كلفت يعني خزينه النادي اموال باهظه اللي توا يعني قاسي فيها النادي على مع الفيفا مع كل حتى مع عدة شركات وفرط سمعة النادي بتاعنا، باش نرجعوا السمعة الطيبة نتاع النادي هذا ونرجعوا يعني نفحوا بالنادي بتاعنا. الكلمة الأخيرة أنا إذا جماهير النادي الأفريقي تلتف معنا أولا لإيجاد الحلول المادية نقول، لأن بدون حلول مادية ما ينجمش حتى متسير يكون بالمهام نتاعو. وهذاك يعيشوا فيه مشاكل، كل انسان يجي يقول لك ايه نجم نشد النادي الزيت، لكن الوقت يجي يشد النادي الزيت، يلقى صعوبات ماديه، والصعوبات هذه خلينا ندخلوا في دوامه نتاع سوء تسيير، وتولي عندنا سقينا ثقه من الجمهور والمسيرين، يلزمنا اليوم نخرجوا لبعيد، يلزمنا نلقاو الموارد البشريه، انا وليت متفائل اذا كل الجماهير تلتف معنا، تلتف مع النادي نتاعها، نجم نوصلوا لبعيد ونجم نكونوا من أقوى الفرق من في إفريقيا. خلينا نسمي الموضوع اللي الآلة الأولانية بطبيعة إنقاذ النادي الإفريقي الدكتور محسن طرابلسي مدير التحالف رئيس التحالف. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، أهلا وسهلا. باسمي وباسم أعضاء الهيئة التأسيسية لجمعية التحالف من أجل النادي الإفريقي نرحب بالإخوة والأخوات من وسائل الإعلام اللي لباوا دعوتنا وشاركونا بحضور أول ندوة صحفية نظمها جمعيتنا أيام قليلة بعد حصولها على التأشيرة القانونية. ونرحب كذلك بالأحباء واللاعبين والمسيرين القدامى للنادي الإفريقي. الحقيقة حضوركم اليوم معنا بقدر ما يشرفنا، فإنه يزيد شعورنا بالمسؤولية.
وأن الحديث في حضرة وسائل الإعلام يعني الحرص على المصداقية، ولأن كل ما نبلغوا للرأي العام وخاصة للعائلة الموسعة للنادي الإفريقي يجب يكون واضح وصادق وصريح، ولأن حضور أبناء الجمعية هو دليل على ترابط مكوناتها وعلى أن النادي الإفريقي يستند إلى قيم ومبادئ تجمع كل أنصاره وأحبائه، وأنا نعتبر هذا اللقاء دليل على الثقة المتبادلة الموجودة بيننا وبينكم، والحقيقة كلمة الثقة عندها مكانة هامة في الأسس التي تأسست عليها جمعية حسن من أجل النادي الإفريقي اللي يجمعها حبها العميق للنادي الإفريقي، وأن الحب هذا كان أكبر من البحث عن المصلحة الشخصية ومن دخول في ممارسات تضر ولو بقسط ضعيف وضئيل بالنادي الإفريقي، تحالف من أجل النادي الإفريقي خاصة فيما يتعلق بثقة الأغلبية الكبيرة من أحباء النادي الإفريقي فينا، وهذا يبعث فينا شعور بالاعتزاز وإدراكنا لثقة المسؤولية. ومن ناحية ثانية من الأشياء التي جعلتنا نؤسس الجمعية هو ثقتنا الكبيرة في جمهور النادي الإفريقي وفي محبيه والوفاء للجمعية، والحقيقة كيف نشوف الرقم القياسي للمنخرطين رقم الظرف اللي نعرفوه الكل، وندرك اللطخات التاريخية ونتذكر اللطخات التاريخية من نجم كان نحب جمهور النادي الإفريقي ونقول وقفة احترام وتقدير ونعهدوه باش نكونوا في مستوى ثقته. والحقيقة أيضا أن ما يجمعنا مع جمهور النادي الإفريقي هو ثقتنا في جمعيتنا قادر على أن تتجاوز في أفضل الظروف أزمة صعيبة وغير مسبوقة، لكن كيف تتلم طاقتنا نتحداو الصعاب ويزداد إيماننا أن لم بوسيبل ني با كيوبيست. وجمعية التحالف من أجل النادي الإفريقي هي من الناحية القانونية والتنظيمية مستقلة عن الجمعية الأم، ولكنها رافد من روافدها لأن الرياضة تطورت وهو ما يفرض دور أكبر للأحباء والجمهور في حياة الجمعية، ولأن إخراج النادي الإفريقي من الأزمة والتي يستعد بعد أشهر للاحتفال بالمئوية يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جهود كل أبنائه وبناته وإلى تطوير يشمل البنية الأساسية وللعديد من الأشياء حتى يستعيد مكانته محليا وقاريا، وهذا دون أن ننسى الوضعية المالية الصعبة وتراكم الديون في هذا الإطار. سوف يكون التحالف للنادي الإفريقي سند لمؤسسة النادي الإفريقي بالاعتماد على الدور الفاعل والهام للأحباء والعمل على تحويل هذا الدور إلى أمر دائم ومهيكل ومنظم، ومن أهم مبادئنا البحث عن التجميع والابتعاد عن كل ما يمكن أن يكون سبب تقسيم وتوتر. وأيضاً سوف نعمل على الشفافية المالية والإدارية، واليوم ممكن بفضل الثورة الاتصالية أن يكون الرأي العام على الاطلاع بشكل فوري على كل ما تعيشه الجمعية على المستوى الإداري والمالي، وهذا ما ستعتمده جمعية التحالف من أجل النادي الإفريقي التي تسعى للمساهمة في تكريس دور فعل ومتواصل الأحباء في حياة النادي وإيجاد موارد مالية إضافية لجمعية النادي الإفريقي وفي تعسير طرق التصرف والحوكمة الخاصة. وفي كلمة الختام أود أن أقول لكم قبل أن أكون رئيس جمعية التحالف من أجل النادي الإفريقي، أنا طبيب النادي علاج كثير من اللاعبين المصابين، واليوم هو النادي الإفريقي المصاب، وسنعمل مع أعضاء التحالف على إيجاد العلاج الناجع وإخراج النادي الإفريقي من حالة الغيبوبة. ونكمل كلامي بالشكر الجزيل لكل الأعضاء اللي ساهموا في إنجاح هذه الندوة الصحفية وعلى رأسهم سي إلياس الساحلي، وشكرا.